احنا وصلنا برحمه ربي الحمد لله رب العالمين. ربي ان شاء الله يقبل علينا وعلى الجميع ان شاء الله. ونشكر كل القائمين على ديوان الحج والعمره على خطوة الجويه الجزائريه، وربي ان شاء الله هي يبلغ الباقين ان شاء الله. لا باس على العموم الحمد لله رب العالمين، لقينا شويه تعب بالحق، ما تعب ديما مخلوف، ما عاد واحد ادى الركن الخامس تاعه، اللهم لك الحمد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا لبلاد الوطن، الله يجعل ان شاء الله كل مؤمن ان شاء الله معنا ان شاء الله. الحج مبرور وذنب مغفور.